Cette émission vous est présentée par Mia Trading International, grossiste alimentaire spécialiste de produits ethniques. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة مباشرة من طبخنا الخفيف إن شاء الله. إذن بالنسبة للوصفة ديالنا اليوم إن شاء الله عبارة عن واحد الديسير خفيف جدا وسهل باش يدار في الدار وعزيز على الدراري الصغار. هذا الديسير هذا سميناه موس وشوكولا نوار دو سويسر. إذن بالنسبة للموس وشوكولا لي زانغريديون لي غادي نحتاجو يعني مكونات ما كثرش قلال ودغيا تصيب على موس الشوكولا. بالنسبه للشوكولا خص غير الشوكولا يكون شويه جوده عاليه، تكون لا بون كاليتي ديال الشوكولا نوار، ما تكونش موفيس كاليتي، حيت الا كانت لا موفيس كاليتي كتكون بزاف سكري ما غاديش يطلع لك داك لاموس، ما غاديش يطلع مزيان. غنحتاجو واحد 200 غرام ديال الشوكولا نوار اون مورسو ولا اون طابليت، من بعد حنا كن ولا كونكاس لان غادي يذوب. وغنحتاجو 3 ديال البيضات غيتفرقوا اون فالي كلاريفي اون دو، يعني غناخذو صفر بوحدو 3 صفرين و 3 ديال لي بلون هما قدامنا. وغنحتاجو واحد 15 غرام ديال الزبده، غير هاد الزبده ما تكونش مكونجليه، تكون ان بو اون بوماد ولا رامولي ما تكونش قاصحه. وغنحتاجو واحد 15 غرام بين 10 و 15 غرام ديال السكر اون سمول، هو باش غنطلعوا لي بلون اون نيج. كيبقى لينا هذا الصفر، كيبقى غير انا جون دو ليزون اللي غنجمعوا به البيض ان شاء الله فاش غنضربوا اون نيج. وغنحتاجوا بين 15 حتى ل 20 سنتيمتر ديال لا كريم فريش. وبالنسبه لو دريساج فاش غندريسيو، اختارينا هاد لي فير، هما سون دي فير كوسا سوا افان ولا او ديال الشراب ولا ديال الماء ولا ديال العصير. هاد الديكور هذا راه كتجي فيه لاموس وشوكولا، هو فاش غندريسيو. وكنعرفوا بان لاموس وشوكولا سي تان ديسير اللي كيتسربا فروه، فاش غنكونفيكسيونو غتشوفوا الشكل النهائي، ولكن فاش غندريسيو خاصهم يدخلوا الثلاجه على الاقل واحد ساعه باش يبردوا، لان هي كتكل فروه. وغنحتاجو ان باتور ميلونجور ولا ان ميكسور، هو باش غادي نضربوا لي زونيج ديالنا. الا ما كاينش هاد اللي ما عنده هاد باتور ميلونجور في الدار يقدر يخدم بان فوي، ها هو يعني لا كويزين كلاسيك كانوا الناس كيخدموا غير بلا فوي، كيطربوا لي بلون مع السكر كيطلعوه اون نيج. ديك الساعه راه مازال ما كاين الميكسور، دابا راه الميكسور راه سهل العمليات. اذا على بركه الله نبداو نبورطيو، يعني نسخنوا لا كريم فريش ديالنا باش نكبوها على الشوكولا دوبلينا. اذا لا كريم فريش ديالنا ها هي لا كاسرول ديالها فاش غنطيبوها، تتسخن مزيان، غير تسخن باش تسهل علينا عمليه الذوبان ديال الشوكولا. ها هي في نفس الوقت كنجي كنهز الشوكولا ديالي كنحطو في هاد لوبول، ها هو الشوكولا راه الي كونكاسي هرسناه، راه كان اون طابليت فور دو طابليت، حنا هرسناه باش يسهل علينا عمليه الذوبان. كنحطوه هاد لوبول، ها هو شويه علينا دار سيدي شوكولا نوار سيدي لا بون كاليتي، هو من الاحسن يكون الشوكولا بون كاليتي باش تطلع لينا اي موس كتحس بانه راه تيمونج ان فري موس او شوكولا. كنتسناو تسخن لا كريم فريش ديالنا ولا بورتاي بيليسيون تسخن شويه، لان اين فوا غادي تسخن غادي نكبوها على الشوكولا غدوب لينا الشوكولا، وفي نفس الوقت غادي نديرو لي بلون نبورطيوهم اون نيج. اذا على بركه الله ناخذو لي بلون ديالنا ها هما كنكبوهم في الباطور ديالنا
on commence à les fouetter. ولكن في نفس الوقت سنرد البال مع لا كريم فريش ديالي باش ما تحرقش ليا، لان لي تريدوات ما بقاش عندها اوكين يوتيليتي. انا بغيتها باش تذوب ليا الشوكولا. نخليها شويه العافيه، نخليها شويه ونبداو نبداو نفوتو لي زو اونيج ديالنا. غير يبداو يطلعوا شويه كنزيد لهم السكر، سكر السمو لا هي كنضيفها لهم ونكمل العمليه ديالي. زوج لا كريم فريش ديالنا هي سخنات، نطفيو عليها ونكبوها شويه على الشوكولا. ها هي ونخليوها تذوب لينا الشوكولا شويه بشويه. ها هي ونبدا نحرك شويه بشويه كدا شويه هنا تبع على خاطرها. لا كريم فريش راه سخنات هي اللي غتذوب لينا، وفي نفس الوقت كنستغل كنكمل ناموس ديالي لي زو اوني ديالي. ونوقف شويه نكمل عملي ديال الذوبان ديال الشوكولا ديالي. شويه بشويه باش الشوكولا يذوب امبينيو ندخلو شويه راه غيدوب على خاطرو. نحركو شويه فاش غيدوب الشوكولا ديالنا غنضيفو عليه ديك الزبده راموري، وهاد لي زون دوف غنزيد شويه على هاد لي زو اون نيج. راه كاين اللي كيدوب الشوكولا في بان ماري، ولكن كاين اللي كيدوبو في ميكرووند كيحطو في البوركه كيدخلو للميكرووند كيدوب مع الزبده ديريكتومون. حنا بغينا يطفون دا غير بشويه بخاطرو. ها هو بدا يطفون دا كومونس اتاندر لونكتيزيتي ديالو. وفي هذه اللحظه كنضيف عليه الزبده ديالي ها هي. وكنخلط معاه الزبده. الزبده ما كنديرهاش فيه حيت باقي سخون، كنخليوه حتى كيبدا يبرد شويه باش تشد ديك لا كواغيلاسيون ديالها باش ما تذوبش، حيت الزبده اللي كتذوب كتطلق لينا الماء الفوق. اذا نكملوا العمليه ديالنا، ها هو الشوكولا ديالنا، نكملوا العمليه ديالنا. نزيدوا لي جون ديالنا واحد بواحد. نزيدو لو ديغني جون إذن لاموس الشوكولا ديالي هي شاده. باش كنعرف واش شاده كتكون كتطلق لينا ان بيك بحال المنقار ديال شي وازو. إذن الشوكولا ديالي نكمل ليه العمليه ديالو. ها هو
بقى لينا دابا نخلطوا لاباراي اوموجين ديالنا اللي واجد. اذا نخلطوا شويه بشويه، كنخلطوا لاباراي ديالنا، ها هو سي تان اباراي، كنخلطوا شويه بشويه وكنخلطوا مع الشوكولا شويه بشويه وكنخلط شويه. كنضيفو وكنخلطو شوية بشوية. هاهي لاموس ديالنا بدات تتوجد. ونكملو لو غيست ديال لي زو اون نيج ديالو. ونحركوا عاوتاني من جديد. إذن ها هو الشكل النهائي ديال لاموس وشوكولا ديالنا. ها هي تتبان لكم قدامكم، ها هي كومون إلي، ها هي. دابا بقى لينا نعمرو الكيسان ديالنا. فاش غنعمرو الكيسان ديالنا، إن فوا عمرناهم خصها تدخل الثلاجة على الأقل واحد ساعة تبرد، عاد غتعطي لينا لونكتيوزيتي ديالها. إذا على بركة الله نبداو نعمرو لاموس ديالنا. كنجي الوسط ديال الكاس، كملوا العمارة. كملوا كاس الخلالي. وكنجيو كنطمبونيو الكاس ديالنا، كنشدوه ولونطابونيه كشويه. نفس الشيء بالنسبه للكاس الثاني، باش تاخذ الحجم يجي لاصق مع اذن هذا هو الشكل النهائي ديال لاموس وشوكولا ديالنا. بقى لينا دابا غير ندخلوها للثلاجة تبرد واحد ساعة، عاد نخرجوها ونقدموها للضيوف ديالنا الكرام. أعزائي المشاهدين، هكذا وصلنا إلى نهاية الحلقة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم هذه لاموس وشوكولا ديالنا، راه خفيفة سهلة، خصوصا بأنه هذا الديتير هذا تيكون عزيز على الدراري الصغار، وفيها بزاف ديال الفوائد بما اللي كاينه في الشوكولا. راه كنعرفوا الشوكولا فيه ماده الكافيين، والكافيين راه ضروريه جدا لانه عندها واحد التاثير على الدماغ، يعني تنشط الدماغ، وهي موجوده على شكل اشكال متعدده. ولكن بالنسبه للاموس خصنا نختاروا واحد النوع ديال الشوكولا نوار. الشوكولا نوار هي اللي تطلع به لاموس الشوكولا على حقها وطريقها. كاين عاوتاني موس الشوكولا بلون، لانه كاين عاوتاني الشوكولا بلون، وكاين عاوتاني الشوكولا مواتي مواتي نص نص، وكاين عاوتاني لو شوكولا كراميليزي، وكاين عاوتاني شوكولا 0% دو ماتير غراس، وكاين عاوتاني الشوكولا
0% دو سكر. كاين انواع بحال الناس دابا اللي دايرين الريجيم شي حميه ما كياكلوا السكر، راه كاين الشوكولا سون سكر اللي فيه نسبه السكر منعدمه، وكاين اللي فيه نسبه السكر قليله، وكاين فيه نسبه الدهنيات ما كايناش كاع نهائيا. يعني حتى اصحاب الريجيم راه عندهم الحق ياكلوا الشوكولا بالاشكال اللي بغاو هما. اذا اعزائي المشاهدين، نتمنوا تروقكم هاد الوصفه وتعجبكم وتحاولوا ديروها في ديوركم، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم. Cette émission vous est présentée par Mia Trading International, grossiste alimentaire.